السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذة حلسة أسماء من منصة دروسكم دائما مع إضاءات حول امتحان تقييم المكتسبات في مادة الرياضيات. إذا بسم الله، الموضوع الأول والذي يخص الأعداد والحساب. إذا أبنائي ركزوا على هذه الدروس. إذا المطلب الأول أو التمرين الأول سيخص بإذن الله الكتابة الحرفية والرقمية للأعداد الطبيعية والعشورية وتفكيكها، بينما التمرين الثاني أو المطلب الثاني كما يسمى حاليا مقارنة أعداد طبيعية وعشورية، ترتيبها، حصرها واستعمال كسور، بينما المطلب الثالث يخص إنجاز العمليات الأربعة، بينما الموضوع الثاني والذي يخص ماذا؟ الهندسة. إذا عليك بني وعليك بنيتي من هذه التركيز على هذه الدروس. إذا المطلب الأول تعليم الشفرات على مرصوفة، وضع وتعيين مسار على مرصوفة أو على مخطط، ويخص المطلب الثالث لابد أن تميزوا بين أشكال هندسية وفق خواصها. إذا الرباعيات الخاصة، المثلثات الخاصة والدائرة، بالإضافة للمطلب الثالث يخص رسم شكل هندسي أو كتابة برنامج لشكل هندسي. ونلتقي في فيديو لاحق نرى مضمون الموضوع الثالث والرابع بإذن الله. حاب تقرأ أونلاين؟ احصل على بطاقتك واقرأ من دارك. منصة دروسكم، علم، أمان، امتياز.